اليوم في هذه الندوة الصحفية، وليست جلسة المرافعات واستعراض العضلات أمامكم. مناسبة هذا الحديث أن النقيب بوعشرين، وبعد أن فشل في إقناع القضاء بدرجتيه الابتدائية والاستئنافية ببراءة موكلتيه، حاول إقناعكم، إقناع الصحافة والمنابر الإعلامية بذلك، ولكن للأسف الشديد عبر عن ذلك بإخفاء الحقيقة وتزييفها. النقيب بوعشرين قال إن القضاء برأ المتهم من كل علاقة بحساب حمزة منبري، وتصرف في مقتضيات القرار القضائي ونقلها منقوصة للصحافة والرأي العام. النقيب بوعشرين كان عليه أن يوضح للرأي العام الحقيقة كاملة، وأن يستعرض عليه الجرائم التي توبعت من أجلها المتهمة كاملة، وأن يبرز إضافة إلى تلك التي لم تبرئها منها تلك التي تمت مؤاخذتها وإدانتها. يقول بريئة، كاينة ولا لا؟ كلكم قالكم بأنها بريئة من الحساب، فأنا قدامكم الصفحة الثانية غادي نشوفوا الجنح التي تبعت بها ابتدائيا. صك الاتهام بالنسبة للمحكمة فيه 6 تهم، أسقطت عنها 3 تهم وأدينت ب3 متابعات. طبعا المتابعات 6 هما أنا نقولهم قدامكم، ها هما. أول متابعة في صك الاتهام، المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة سير النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته. دنيا باطمة تمت متابعتها بالجرائم التالية: المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، مركزين معايا؟ المشاركة عمدا في عرقلة سير النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم. رابعا، بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم. خامسا، المشاركة في بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم. وسادسا، تهمة التهديد أو جنحة التهديد. 6 متابعات في صك الاتهام في المحكمة الابتدائية. أنا لست بمحامية ولست بدارسة للقانون، أنا خريجة أدب عربي، ولكن كل منا تعلم القانون من أبويه. إحنا ملي كيقولوا لنا غتقطع الشارع راه غلط، ملي ما غديرش سمطة راه غلط، ملي غتسرق راه غلط، ملي غتكذب، كل واحد فينا كابر في القانون، والحمد لله. وأكبر قانون أنا اليوم كنت درتو هو أنني نحضر، ما عندي الناس كاملين سواسية، سواء اللي ينتقدني أو ما ينتقدنيش، ولكن فقط هاد بين قوسين. فدنيا باطمة تمت مؤاخذتها ومعاقبتها من أجل هذه الجرائم، يعني هذاك ابتدائيا كانت متابعة بست جنح اللي ذكرت لكم هذوك 6، ولكن استئنافيا أسقطت عنها 3 جنح وبقيت 3. نقيب بوعشرين ماذا فعل؟ قطع وبطر الحقيقة، بين لكم اللي غيبان واللي ما غيبانش واللي غادي يكون ضد
ما بينوش. فأنا هنا سميت ندوتي ماذا؟ الحقيقة الكاملة الغير مبتورة. وأنا وحدي، ما جبت معي لا زوجي ولا محامي الخاص، لأن يعني المحامي الخاص مكانه المحكمة وليس فنادق خمس نجوم. فأنا جيت بوحدي معي الله سبحانه وتعالى، وفي يدي الحقيقة والإثباتات. فأنا هنا لا لأطعن في القانون ولا لأطعن في القضاء المغربي كيف ما كان، فأنا تحت راية القانون أؤمن بالعدالة كيف ما كانت. ما كان جيوش كنخليه المحكمة وكنجيو نبرئه في فنادق خمس نجوم. أنا فقط رديت، وأنا هاد الفندق أنا كان يعني ندواتي السابقة كلها كانت من هنا. أنا فقط بالرد ورد اعتباري، لأنه تم تضليل الرأي العام. دابا غادي نقول لكم التهم المتبقية، التهم التي أدينت بها، لأنه كتقول لكم بأنها ومحاميها السيد نقيب السابق بوعشرين كيقول لكم بأنه هي بريئة، وقال لكم اللي باقي يقول بأنها عندها علاقة بحساب حمزة المنبيبي غادي يقاضي. قال هادشي ولا ما قالوش؟ فأنا غادي نقول لكم هاد التهم وخليه يقاضيني. هذه التهم صادرة عن محكمة الاستئناف طبعا. دنيا باق ما تمت مؤاخذتها ومعاقبتها من أجل الجرائم التالية، وهنا كتشوفوه من فوق. المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالحياة، قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد ماذا؟ بقصد التشهير بهم. أنا واحدة من الضحايا بيسر. شوفوا أنتم المشاركة، والقانون المغربي يعاقب المشارك الفاعل الأصلي. هنا عندها تهمة المشاركة في بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم. عندها البث والمشاركة وكذلك المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة اللي قلت لكم قصد عن طريق الاحتيال. فهذا الشيء كامل فين كان؟ واش كان في حسابها الشخصي ولا كان في حمزة مومبيبي؟ كان في حمزة مومبيبي. فهنا هذا وهذا الشيء اللي كتشوفوا قدامكم هذا صادر عن المحكمة الابتدائية وكذلك عن المحكمة الاستئنافية أو محكمة الاستئناف.